قول لي حضرتك، ابنك المصاب جوه دلوقتي اصابته تمت ازاي؟ تمت ازاي؟ تمت من الاخوه، عشان هو قالوا له اخوك اتخرم وراح منزل الباب نصه وراح مزودين خرموه. انا بس عايز اعرف ايه اللي حصل لابن حضرتك النهارده هنا في عين شمس. اللي حصل ان هم لابسين زي الشرطه. ده مين اللي لابسين زي الشرطه؟ اللي هم الاخوان. تمام، واخد بال حضرتك؟ وبعدين ضربوا ست من ضمنهم ابن اختي، طلقه في دماغه مفرتكه. جينا المستشفى لقينا الافندي امين الشرطه اللي قاعد خدمه داخل الشرطه اللي ضربت. قلت له شفت حاجه؟ رحنا له المكتب اللي مشغل قناه الجزيره. بقول للظابط في اسمه عين شمس زعلان الظابط، انا بقول له كده، بقول انت مالك ولا الامين؟ قلت له لا، الامين ده اخواني وانا اي اخواني مش هسيبه، والله ما هعمل عزم. انا عارف ان اختي مات، وقعدت بقول لك لسه فين الروح، انا عارف انه مات، بس والله ما هسيبه ومش هندفنه الا لما ناخد حقه. بيقفل اللي كان الباب واتضرب ده اسمه ايه؟ مصطفى محمد عبد السلام. وحضرتك تقرب له ايه؟ انا ابن اخوه. يعني هو عمك؟ عمي. تمام، ايه اللي حصل معاه بالظبط علشان يضرب ويتصب ويشيلوا له الامعاء كلها هنا في المستشفى؟ يا عم انا بقول لك الراجل ده في حاله بتاع اكل عيش، ما بيعرفش يعمل حاجه غير يشتغل. تمام، بيقفل الباب محله ولقى الضرب، بيقول لهم انا بقفل، راح واحد مديله طلقه خرطوش في بطنه. ادي اللي عمله بس.